أكد سعادة وزير الصحة السيد صادق بن عبد الكريم الشهابي أن وزارة الصحة كعادتها تعاملت وسوف تتعامل بكل شفافية ووضوح مع نتائج التحقيق في وفاة الطفلة فاطمة رحمها الله. وقد أكد الشهابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمشاركة السيد عصام عاصي المستشار القانوني لوزارة الصحة والدكتور بهاء فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. أكد سعادة الوزير على أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام متضمنا تفاصيل القضية دون التستر على أي مخطئ أو مقصر في عمله، ولافتا إلى أنه من حق الرأي العام أن يعرف نتائج التحقيق وما توصلت إليه اللجان في الوزارة وخارجها، منوها إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للرد على أي تساؤل أو استفسار. هذا وتمت الإشارة خلال هذا المؤتمر الصحفي إلى الخطوات القانونية والمسار التي تتخذه الإجراءات من قبل جميع اللجان المختصة في التحقيق. كما نؤكد لكم جميعا بأننا سوف نتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية الصارمة بحق كل من تثبت إدانته في نتائج التحقيق في وفاة المرحومة. فالتحقيق سار في مراحله الطبيعية الأخيرة من خلال جمع المعلومات والاستدلالات في ملف المتوفية من الطاقم الصحي المعني بمجمع السلماني الطبي وكذلك هيئة تنظيم المهن. وقد انتهت لجنة التحقيق في الهيئة أيضا لتنظيم المهن والخدمات الصحية من أعمالها. حابب بس أرجع شوية بالنسبة لإجراءات التحقيق اللي بتتم في حالة حدوث أي خطأ أو أي حادثة في المرافق الصحية قبل إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بموجب القانون 38 لسنة 2009 كانت تتولى وزارة الصحة هذا الموضوع كاملا، لكن بعد إنشاء الهيئة أصبح الاختصاص مخول إليها قانونا بالنظر في الأخطاء الطبية أو الشكاوى اللي بتقول إليها عن الأخطاء الطبية، وهي اللي بتقرر بموجب اللجنة المشكلة عندها هل في خطأ طبي ولا لا، وتحدد مين المسؤول عنه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات سواء التأديبية أو الجنائية في حق المخالف أي مكان. أحب أوضح أن الهيئة تلقت الشكوى من أسرة المريضة اللي توفاها الله تقبلها الله في رحمته بإذن الله يوم 28 أغسطس. في نفس اليوم تم تشكيل لجنة التحقيق بعد عملية تدقيق في المشاركين في اللجنة، لأن من أهم نقاط اختيار أعضاء اللجنة ألا يكون هناك أي تضارب مصالح ما بينهم وبين الفريق المعالج أو الجهة المعالجة، ولهذا السبب لم يكن هناك أي طبيب من مجمع السلمانية الطبي مع احترامنا لجميع الأطباء ولقدرتهم، لكن لمنع تضارب المصالح لم يكن هناك أي طبيب من السلمانية في هذه اللجنة. اللجنة عقدت اجتماعات مطولة ووصلت إلى قرارات مبدئية، وبقول مبدئية لسبب أن اختصاص الهيئة بقوة القانون أن هي الجهة الوحيدة المخولة لتحديد وقوع الخطأ الطبي من عدمه، وهي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بنص القانون. في الوقت ذاته عقدت كتلة البحرين في مجلس النواب مؤتمرا صحفيا حول تزايد حالات الوفيات في مستشفى السلمانية في الفترة الأخيرة وما تردد من أن أسبابها تعود للأخطاء المهنية. وقد أوضح كل من النائبين أحمد السعاتي وعلي درازي في المؤتمر الصحفي أن أعضاء مجلس النواب سيلوحون باستخدام الأدوات الدستورية في متابعة هذا الملف، مؤكدين أن هذا التوجه يهدف إلى تصحيح الأوضاع، ومشددين في الوقت ذاته على أن الموضوع بعيد كل البعد عن الشخصنة. كما كشف النائبان عن إمكانية تشكيل لجنة تحقيق مستعجلة أو طرح الثقة في وزير الصحة عندما يلتئم مجلس النواب في دور انعقاده الرابع في شهر أكتوبر المقبل.